تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وزعت جمعية رسالة للأعمال الخيرية أكثر من 1200 شنطة للمواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية في قرى محافظة الوادي الجديد. تحت مظلة التحالف الوطني، جمعية رسالة جاية النهارده تعمل قافلة في محافظة الوادي الجديد. بنوزع 1250 شنطة غذائية على الأسر الأكثر استحقاقا. احنا بنبدأ في كذا قرية، بنبدأ في بغداد، في الجزائر، في المنيرة. كل اللي جاي هنا متطوعين. بنوزع شنط غذائية على أهلنا. مكونات الشنطة الغذائية تقريبا 10 كيلو، فيها 3 مكرونة، فيها 2 سكر، فيها رز، فيها فاصوليا، فيها شعرية، فيها لوبيا، فيها كل المكونات اللي احنا بنحاول نخفف بيها عن الأسر، يعني الأعباء بتاعت المعيشة والكلام ده كله. احنا شباب متطوعين بنتطوع في جمعية رسالة من خلال التحالف الوطني، وبنشارك في جميع القرى في مصر والمحافظات. النهاردة في محافظة الوادي الجديد جايين نوزع 1250 شنطة على أهالينا في الوادي الجديد، ونشاركهم الخير اللي يكون يعم عليهم في رمضان ونساعد المحتاجين. عمليات توزيع شنط المواد الغذائية تمت وفق قاعدة البيانات المعدة مسبقا لتحديد ورصد المستحقين وكيفية الوصول إليهم. احنا هنا بالنسبة لكل القوافل اللي بتيجي بنبقى عبارة عن الأدلة اللي احنا بنوصلهم للمستحقين من فقراء، مساكين، أيتام، أرامل، أمراض. نعمل بحث ميداني لجميع الأسر بالتنسيق مع الشؤون الاجتماعية، تمام، وبعرف أنا عدد أفراد الأسرة والمحتاجين والكلام من دو حضرتك. فالحمد لله بالتنسيق مع هيئة التحالف الوطني وجمعية رسالة تم التنسيق معهم وبتوزيع 1250 شنطة على جميع المحتاجين والمساكين والفقراء والأيتام والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة. نسمين نفسنا مجاميع على حسب القرى اللي احنا بنوزع فيها. على سبيل المثال كنا بنوزع في قرية المنيرة اللي احنا فيها حاليا، وقرية الشركة 8، وعدن، وفلسطين، والجزائر، وصنعاء، والكويت، وكمان أكثر من 15 قرية. المكان والزمان ونوعية المساعدات المقدمة، كل هذه العناصر تؤكد مجتمعة أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يعمل وفق خطة موسعة تهدف إلى تقديم يد العون والمساعدة للأسر الأولى بالرعاية في كل مكان على أرض مصر.